أما موضوع حلقتنا لليوم فبدنا نحكي عن موضوع حلو. بيقولوا اليوم شو جملة اشتهرت بين العالم، يعني جملة اشتهرت بيقولوا لك كيد النساء حب وكيد الرجال حقد. إن كيدهن العظيم، أنا أكل اللي بعرفه. الله وكيلك، اللي بتعرفه أنا بعرفه، بس بعرف بأنه في حقد عندكم أنتوا رجال. أنتوا عندكم حب؟ يعني أي والله أنتوا عنا حب، عنا عاطفة، مش دائما نحن عاطفيات هلكتونا. وأنتوا تقولوا بتفكروا بعاطفتكم، بتفكروا بقلبكم، بتفكروا أبصر شو. أنتوا اللي بتفكروا بعقلكم وبتعملوا المخططات وبتخططوا للانتقام ورد النفس والعزة والكرامة، أنتوا قصصكم مش قصصنا. هلا ما بعرف انا ليش حنان اليوم اخترتي هالموضوع، هلا لانه اليوم الخميس حنان، يعني المفروض انه يكون موضوع مسالم، موضوع يعني ملائم. ليه شو دخل لهاليوم؟ شو دخل؟ هي حقيقه يعني وواقع. لا انه كل المواضيع هيك المهضومه الحلوه بتطرحها بكل الاسبوع الا يوم الخميس، خلي شي اثنين يلتقوا ببعضهم اليوم، يعني ملتقيين امورهم. شوف السلام في وقام، السلام للقلوب اللي فيها سلام. شو السلام للقلوب الصافيه اللي فيها سلام؟ يعني معقوله انتم كيدكم حب؟ كيف واحد يعني ايه معقوله انتم كيدكم مش حقد؟ تقنعني حقد وانتقام ومخططات. طبعا انتوا الله لا يوقع حدا معكم، لا رجال ولا مرا. طبعا ليش مو سهلين انتوا؟ انا بدي ما في عند، معلش ايدي اسمح لي، الرجل ادواركم هيدا، الرجل قاسي، الرجل قاسي، لا عنده شفقه ولا عنده رحمه. شو هالحكي هاد؟ يا روعه، نحن السيدات نلعب من تحت لتحت، بس يعني مو زيكم. لحظه ايه؟ لا كيد النساء على شو بدل؟ لانه مثلا بتكيد لتحافظ على جوزها. انا مو مع انه المراه تكيد طبعا، بس يعني المكائد دائما بتكون لحتى تحافظ على الشيء، لحتى مثلا توصل ابنها لمكان، لحتى تحافظ على بيتها، لحتى تحافظ على جوزها. انت اخذ الموضوع كله غلط. اي ليش؟ لا ليش غلط؟ لانه كيد النساء يفرق ولا يجمع. مين قال يفرق؟ بلا. مين قال؟ يعني لما انت فعليا تكوني نكدي بحياة الرجل أو فعلا يعني إذا كان عندك، يعني ما بعرف أنه في كيد من دون حقد مثلا، ممكن يعني هذا تتوقف عنه فجأة، مثلا تكون عم تعمل مكيدة من المكائد، تتوقف عنها فجأة لأنه شفق قلبها أو لأنه حسيت بالذنب أو لأنه مش قادرة تعمل شيء. أما أنتوا مين بده يصدقكم؟ مين بده يوقفكم؟ أنتوا إذا قررتوا تنتقموا من حدا أو قررتوا تحطوا حدا براسكم، يا ويلو يا سواد ليلو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بتآزونا ولا من آزيكم. هلا أول رجل عنده كلمة واحدة بس بقول للمرأة وبيضل طالب. لا 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 بس أنتوا ما بتخلوا له ولا تبقوا له. لا 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 مو معك أنا. إن كيدهن العظيم، يعني عن المرأة ليش كيدنا عظيم؟ يعني يعني شو عظيم؟ المكائد اللي بنعملها، التخطيط اللي بنساويه، هذا عن كله هذا عن حب؟ لا صراحة كيف يعني؟ ما عم نحاول انه نحلل، يعني بس اخف. هلا هو مش ابدا عن حب، بس مقارنة بكيد الرجال اخف وطأة. اخف وطأة والله. المفارقة ما بين كيد النساء وكيد الرجال، ومين أشد وطأة، كيد المرأة أم كيد الرجل؟ هذا عم يتبين من الأشخاص، عم يتبين. هو كله هالمتصل الوحيد اللي حكى كيد النساء متصلين، كان في قبله أربعة حاكين كيد الرجال واثنين حكوا كيد النساء، تبين. طيب إحصاءات هي تبعك ما بدي اياها. هلا نحن الإحصاءات عم ناخذها، كمل بعدل. هيدا الإحصاء عم ناخده نحن عم إيه. والله 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 يا عزيزي يا رجل، إذا حطيت ببالك وحدة أو حطيت ببالك واحد بدك تنتقم منه أو بدك تعمل كيد معه، والله العظيم دقيقتين بتعملها. مو سهلين. المرأة قديه بدها وقت؟ المرأة لا، بجوز مثلا موقف واحد مثلا يخليها تعدل الرأي عن الموضوع. يا حرام. بجوز نظرة شفقة مثلا لأي شيء بصير تخليها تقول لك لا خلص ما بدي. نظرة شو؟ شفقة. مش ما. مصدقني ليه ملامحي مش مقنعة؟